دكتور هكتور حجر، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. أهلا وسهلا فيك. خبرنا بداية دكتور عن جمعية رسالة سلام، أيمتى تأسست ولأي أهداف كمان؟ جمعية رسالة سلام تأسست سنة 2003. الهدف تبعها هو استقبال أشخاص بالغين عندهم صعوبات أو عندهم مشاكل ذهنية. واليوم تستقبل ببكفية، عندها استقبال ببرامج متعددة، عندها 80 شخص بتستقبلهم يوميا. يوميا تستقبل 80 شخص من مناطق متعددة. بيجوا من بيروت، من عمشيت، من الفريق. كم شخص بتضم الجمعية؟ الجمعية كفريق عمل بتضم 60 شخص، ولكن الأشخاص المستفيدين هن 80 شخص. والأشخاص بالجمعية هن شو اختصاصاتهم؟ بس هناخد فكرة، يعني هن شو لازم يكونوا؟ لما نحكي صعوبات أو إعاقة عقلية بنحكي أنه نحن بحاجة لبسيكولوج، بحاجة لمرافق، مساعدة اجتماعية، منشط اجتماعي، مربي. نحن بحاجة لعدة اختصاصات تقدر العمل ينطلق ويقدر يعطي نتائج مثمرة. طيب شو النشاطات والمشاريع اللي بتقوموا فيها بهالجمعية؟ لما بنحكي إعاقة ذهنية بالعمر البالغ، يعني هالأشخاص قطعوا من مرحلة هن وصغار بمؤسسات، ولما كبروا مثلهم مثل كل الناس بحاجة يفتشوا، أما يتدربوا على العمل، أما يتوظفوا، أما في عندهم صعوبة يروحوا على العمل بحاجة لنادي نهاري يستقبلهم. وفي أشخاص عندهم صعوبات أكثر وأكثر بحاجة لبيت يستقبلهم. نحن عندنا 3 برامج، عندنا التدريب، عندنا التوظيف، عندنا الاستقبال النهاري، وعندنا الاستقبال الليلي. لكن دكتور كيف بتساعدوهم للانخراط بالمجتمع وبالحياة؟ من أول شيء بنستقبلهم، بنأهلهم، ومنعلمهم مهنة، وبنرجع منفوتهم يفوتوا على مشاغل. في عنا صعوبة يطلعوا لبرات المركز يشتغلوا، مش مثل الإعاقة الجسدية. هون بدهم مرافقة أكتر، وبما أنه بدهم مرافقة أكتر يعني بحاجة نعملهم مشاغل منسميها محمية. هون بهالمشغل بيشتغل بس بده مرافقة أكتر، بده مرافقة نفسية، بده مرافقة اجتماعية، ومرات تربوية. وهيدي الطريقة بتخليهم أول شيء يصير عندهم ثقة بنفسهم، ومن هون بيطلوا على المجتمع، أما المجتمع بيطل عليهم، أما هني بيطلوا على المجتمع من خلال عملهم، من خلال إنتاجهم، من خلال شغلهم. طيب اليوم مين بيدعم هالجمعية لحتى تقدروا بالنهاية تساعدوا كل شخص محتاج للمساعدة؟ أكيد الجمعية عندها عقد مع وزارة الشؤون الاجتماعية، عندها عقد مع وزارة العمل، ولكن هول العقدين منهم كافيين. في مساعدات وفي المشاغل. المشاغل هن جزء من دعم هالمؤسسة، وفي المساعدات الخاصة أكيد بالمجتمع اللبناني في تضامن، وهذا التضامن بيساعد شوية نقدر نقرب لقدام. بس الكلفة باهظة، وخاصة بالمركز الاستقبال الليلي، لأنه مركز الاستقبال الليلي يعني نحن عم ناخد الشخص على كل المستويات، عم ناخده من طبابته لأدويته لكل الأشياء الباقية. دكتور رح نشوف سوا نحن وياك هلا والمشاهدين فيديو بعرفنا أكثر على الجمعية. حابين تحملوا شمعة غير كل الشمعات؟ جمعية رسالة سلام تهتم بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الفكرية ضمن مشاغل آمنة، اللي من خلالها بتقدم لكم تشكيلة واسعة من شمع الشعنينة وغيرها من المناسبات. لاقونا بكفية الطريق العام، مدرسة القديس جورجيو السابقة. شفنا هلا كمان بالفيديو عم تحضروا كمان شموع للشعنين. خبرنا شوي شو اللي بيميز هالشموع؟ شو بيميز هالشموع؟ أول شيء اللي بيميز هالشموع إنه هن ديزاين تبعهم وإنتاجهم من أشخاص عندهم حاجات خاصة. كنت أقول بالأول إنه نحن عم نفتش على عمل لهالأشخاص، ولما بدنا نفتشهم على عمل يعني بدنا نفتشهم على عمل دايم، يعني بدهم يتقاضوا أجر. كرمال هيك عم نفتش على شغل يقدروا يبيعوا، وهذا الشغل اللي يقدروا يبيعوا يقدر يعمل مردود. نحن على مدار السنين بكل المناسبات بنجرب نستفيد، وبكل مناسبة نعمل ديزاين ونقدر نفوت على السوق ونبيع. بتراثنا من 2003 لليوم كل سنة بنعمل معرض ميلادي، نعمل معرض شموع شعنيني.
وهون شبيبتنا بيتباروا خلال هالفترة تعملوا الديزاين وبيرجعوا مثل ما شفنا هني عم يشتغلوا هني عم ينجوا، ونحن خلال هيدي الفترة بنستقبل يعني من أول الشهر لليوم، ويحنضل نستقبل مع العيد الطوائف الشرقية يحنضل نستقبل هالناس بيجوا بيلتقوا بالشبيبة مجموعات أو أفراد بيلتقوا بيغيروا بيعدلوا ببدلوا بالديزاين تبعهم وبيشوفوا الشبيبة بيلتقوا فيهم وبنفس الوقت منبيع، وهيدا بيعطي دعم منيح للشبيبة نفسيا وبيعطي دعم مادي لألهم. دكتور هكتور حجر نحن نتشكر حضورك معنا، أهلا وسهلا فيك، خصوصا لأنكم عم تزرعوا البسمة والسعادة على وجوه كل الأشخاص يلي هنا بحاجة لألا، أهلا وسهلا فيك. نحن متشكر الـ BC لدعمه الكبير إن كان على مستوى الدعاية وأنا كان على مستوى مستقبل. شكرا لك، واجباتنا، أهلا وسهلا فيك.